ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو أستاذ مصطفى برطون الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للموسيقيين المحترفين بالمغرب. مرحبا بك الأنفاس بريس. شكرا وشكرا على المتابعة وعلى أنكم دائما باغين تتبعوا الأمور وتعرفوا الحقائق. ودابا أسئلة كتسولوني في بعض الأحيان، الحمد لله كتلقى صدى طيب وكيعرفوا الناس من خلالها ما لهم وما عليه. يعني دير هاد الضجة على حساب ديك شهادات البت وبعض الفنانة الموسيقيين ولا الفنانة ديال الأداء يعني المطربين ما فاهمينش واش ضروري تكون هاد شهادات البت. السي مصطفى، ونوضح هاد النقطة. دابا للأسف هو أنه نقابات في مجالات أخرى الهم الوحيد ديالهم هو أنهم كيدافعوا كينضلوا من أجل نيل مكاسب ويفوزوا بحقوق وزيد وزيد وزيد. حنا المشكلة ديالنا هنا في المغرب ما زلنا حنا كنقابة يلا كنفهموا للناس ما معنى النقابة هذا من جهة، وكنفهموهم في نفس الوقت ما لهم وما عليهم. الناس بقى ما واعياش بزاف الأمور، واللي طار ضجة كبيرة في هذه الفترة الأخيرة هو هذا المشكل ديال شهادة البت. أنا غنحاول نمشي معك أخويا فريد ونوضحوها للناس وببساطة، نهبطوا لأقصى درجة ديال التفسير البسيط اللي باش يستوعبها الإنسان. لما كنقولوا شهادة البت، ما معنى شهادة البت؟ أنك تبت أعمالا فنية من خلال إذاعة أو تلفزيون جميع الأجهزة السمعية البصرية كتدوس في هذوك الأعمال، ولا دازت بمعنى دازت هذيك الأغاني وديك الأعمال وديك العروض وديك المسرحيات، داكشي داز وشافوه الناس ولا سمعوه الناس في التلفزيون في الراديو في أي حاجة داز في هذاك العمل. هنا في هذه الحالة كنعتبروا أن ذاك العمل تم بثه. إذن في هذه الحالة يستحق هذاك العمل أنه مله البلاصة اللي تبت فيها ذاك العمل أنه من حقه يطالبها بواحد الشهادة سميتها شهادة البت. هذا اللي بغينا نقوله المعنى الأصل كلمة شهادة البت. إنما واحد العمل مازال ما خرجش للوجود، كيفاش كتجي انت كتقول يا رب واحد العمل باقي جديد وبغيت شهادة البت؟ مسألة فيها نقيض، يعني ما دازت في التلفاز فيها تناقض. هو باقي ما داش وانت كتقول بغيت شهادة البت. لا، شهادة البت لما كيدوز ذاك العمل كيتعرض وكيسمعوه الناس، وهذا حتى الا طالبتي بشهادة البت جات معك انه ذاك العمل راه كيدوز. فهاد المسألة هذه ناس العمل مازال ما داش وكيقول لك راه ماهوش عطاوني شهادة البت، راه ما غيعطيوك شهادة البت. البت كيتعطى لما الأغنية كتخرج للوجود، وكاين أغاني خرجوا للوجود عن طريق مواقع منها اليوتيوب وما جاوره وبدون ما يدوزوا للإذاعة. وهنا كانت الإذاعة مضطرة نظرا للنجاح دوك الأغاني أن هي كتاخذ من اليوتيوب وكتاخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. أنت الأغنية ديالك مازال ما دازت في حتى شي بلاصة، وتطالب بماذا تطالب؟ بشهادة البت. إذا هنا غنكونوا كنكذبوا على راسنا، الأغنية حنا ما سامعيناش وأنت كتقول بغيت شهادة البت. لا، أين بثت هذه الأغنية؟ يعني وديك شهادة البت السي مصطفى هي اللي كياخذوا بها يعني حقوق المجاورة. دابا هذه المرحلة الأولى اللي دوينا عليها، المرحلة الثانية إلا خذينا ديك شهادة البت وعطيناها للمكتب المعني بالامور اللي هو حقوق التاليف حقوق المجاوره، وهذوك الناس قروا انه فيما بعد غادي يبغيو يخلصوك، انت جبتي لهم شهاده البت وتبيت بانه راه العمل راه كيدوز، وهما تاكدوا من خلال راه عندهم وسائل ميكانيزمات كيشتغلوا عليها باش كيعرفوا هذه دازت ولا ما دازت. في هذه الحاله ملي غيخلصوك يخلصوك بناء على هذاك الباساج اللي كيدوز، داك العمل ديالك سواء في الراديو فين ما كان كيدوز، المهم راه غتخلص على هذاك الاساس. انت اليوم بالله عليك العمل ما سمعناش، ما سمعو حتى واحد، وكتقول بغيت نحطو
باش نتخلص عليه. كيفاش تتخلص عليه وانت هو ما كيدوش؟ اذا هذا بشكل مبسط انا فهمك ان شهاده البت راها تعطى في الاصل لما تكون الاغنيه ديالك رائجه كدوز. انا ما يمكنش لي نكون واحد الاذاعه وكندوز واحد العمل ديال اكس ولكن في الاخر من هذاك العمل كيدوز كنجي كنقول للمدير كيدوز عندكم العمل عطيوني واحد شهاده البت من حقهم يعطيوها لك لانك بالفعل كدوز ولا انت ما كدوش. وهاد الضجه اللي للاسف وللاسف الشديد جات للاسف ما جاتش بالفنانين اللي عندهم ما يقولوا. كاين واحد العدد اللي منو الضجه وكيغوت ومره من المرات قلت انا ندخلوا كاع نشوفوا هاد الناس هاد شوف الاعمال ديالهم شوفوا الاعمال ديالهم. هذا اللي كيقول لك لا انا ما عطاوش شهاده البات وانا عندي اعمال وانا عندي هذا. والله العظيم اخويا فريد الى توجهت لواحد الشخص قلت له عطيني غير نسمع دوك الاعمال ديالك والله ما تسمعهم حتى في سبيل الله. اه ما عرفتش. وهو كيشكر ديك داك المنتوج ديالو قال لك شكون شكر العروس ما ولا خالتها راه ما تسمعوش. انا بغيت نقول لك اخويا ما يستغلوش الناس الجهل ديال بعض العاملين في المجال. الجهل انا اقولها وكنتحمل مسؤوليتي لان كاين واحد العدد الناس كيمشيو مع واحد تفسيرات خاطئه وكيفهموا الامور بواحد راه بالنسبه سواء كنت مغرب الحقوق التاليف او الحقوق المجاوره راه المستحقات كتعطى بناء على العمل ديالك واش كيدوز ولا ما كيدوش. اخرى من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وانا غادي نقولها ونعاود ناكدها ولو ان سبقوني الناس. هذيك السيده اللي توجه لها بالنقد كنقول لي والله ما عندك الوجه علاش تحشم. شكون هي؟ انا كندوي على السيده المديره ديال مكتب المغرب الحقوق التاليف. هذيك السيده العلوي السيده الدلال محمدي العلوي. هذيك السيده المراه الحديديه كنعتبرها اللي دارتو ما داروش واحد العدد ديال الرجال كانوا سابقينها وهي من الناس اللي حرصت على انها توقف في هذا الباب وبسببها هي في ايام كورونا باش دخلت القضيه ديال الحقوق المجاوره للتفعيل في عهد الوزير السابق اللي تا هو غنبقى نشكره دائما اللي هو عثمان الفردوس اللي دار واحد البصمه اللي غيبقاو ماشي حنا ولادنا كيتفكروها ليه. فكانت هذيك السيده في المستوى الكبير جدا جدا وقامت بالدور اللي ما كناش كننتظروه. وبعد ما وصلت لهذا الشيء هذا والناس خذات حقوقها وادات الواجب كله غيخرج الواحد وسط منا حنايا اللي ما عرفناش لحد الان واش هو فنان بصح نيت ولا ماشي فنان ويبدا ينتقد في اعمال ديال هذيك السيده. انا راه لا ابيع الورود والله ما كنجاملها اقسم بالله ما كنجاملها وهذه راه معروفه عليا ولكن انا كنقول كلمه حق. السيده خدامه ما عندهاش حتى التوقيت في حالها بحال عباد الله. بعض المرات كنمشيو خارج ساعات العمل كنلقاوها باقا خدامه تما. فلهذا بركه من التطفول وبركه من موهوا عباد الله ونضحكوا عليهم. درتي شي عمل تستاهل عليه انه تاخذ عليه شهاده البت راه غيعطيوها لك. ما درتيش ذاك العمل راه ما غاديش يعطيوها لك. صافي وسالينا الموضوع. كنشكرك السي مصطفى على التوضيحات هذه وكنتمنى الرساله توصل لهم. يا ربي هنا كنقول لهم دائما غير فهمونا ما تعطيوناش والو. صافي تحياتي الله يبارك فيك.